مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تحب أن أناديك بالأستاذ أم الشيخ أم البرلماني؟ الشيخ أحسن. أحسن من الأستاذ؟ الشيخ أحسن، نعم. إذن الشيخ دفع الله حسب الرسول البشير. نعم. أهلا بك في نادي الاعترافات. مرحبا. عليكم السلام. يبدو صوتك خافتا على غير العادة. أنت في البرلمان يعني لك صوت، لك صوت داوي في داخل البرلمان. تبدو هذه المرة وديعا، صوتك خافتا. البداية أصلا كده الإنسان بيسخن شوية شوية، نمرة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وفي خمسة، مش كده؟ شو ستة برضو يعني سيعلو صوتك لاحقا. بتمشي إن شاء الله المسألة، ما فيه إشكال يعني. من هو دفع الله حسب الرسول؟ أنا دفع الله حسب الرسول البشير من قرية السليمانية غرب اللي في مدرمان، محافظة مدرمان. على حسب الشهادة مولود 1/1/49، ودرست المدرسة الأولية بالسليمانية غرب، وكانت دراستنا عن طريق الصدفة، لأن الناس زمان ما كانوا مشجعين أن يودوا أولادهم المدارس لمفهوم في راسهم يعني. فالمهم أبوي كان شيخ الحلة، فأقنعه أني فناداني أنا وأخوي ماشي في الشارع، ساي تعالوا جينا، طلع عمته طلع سكينه، قطع العمة على اثنين، أداني نص وأدى أخوي نص، قال تمشي المدرسة. ومن محلنا ذاك مشي المدرسة ومشى معنا. فوجدنا مدير المدرسة والناظر وقتها اسمه وهب الله، فعايل لي كده، قال لي الجدادة فيها كم شطر؟ ما عرفت فيها كم شطر. سأل أخوي، أخوي قال لي الجدادة ما فيها شطور. بتردع أولادك كيف؟ قال لي بتوكلون الدريش كده. فقال لي أبوي خلاص أنا الشفيع ده أخوي الكبير، الشفيع ده قبلته، لكن ضف على ده يجيبوا لي السنة الجاية. أبوي قال لي بس يا الاثنين أبوي سوقني الاثنين. قال لي خلاص قبلتهم الاثنين. وتمينا المدرسة الأولية هذه امتحنها، فقبلت في مدرسة حي العرب الوسطى، وفيها زاملت الأخ علي قاقرين، كنا بنلعب في المنتخب الأول سويا. وبعدها امتحنت الشهادة ودخلت مدرسة أم درمان الأهلية الثانوية، وزاملت الأخ عبد الإله خوجلي الشهيد، كان يعني خير صديق. وكان معنا كذلك الأخ أحمد سعد عمر، وكان مسؤول الحركة الإسلامية والأخوان المسلمين وقتها في المدرسة، واستطاع أنه يجندني يعني. أحمد سعد عمر هو الآن وزير مجلس الوزراء. نعم. وامتحنا الشهادة ودخلت جامعة أم درمان الإسلامية سنة 69. انتهيت من السنة الأولى، أو قبل ما ننتهي من السنة الأولى قامت ثورة 25 مايو، وأول قرار يمكن في الأسبوع الأول اتخذته مايو إنها حولت الجامعة الإسلامية لكلية. أنا كنت في الاتحاد في سنة أولى، ولذلك ما قبلنا بهذا الكلام، فهو تعسف شديد. حاولنا نتصل ببعض الوزراء وببعض قادة مجلس الثورة، اللي اتصلنا بهم كان كلام شو عليا شديدة جدا وتكبر وكذا. المهم في النهاية اجتمعنا واتفقنا أن نعمل بيان نوزعه، فكتبنا منشور. هذا منشور لأهل السودان نحذرهم ألا يصدقوا في أباطيل مجلس الوزراء، ده كان العنوان أو هكذا يعني. كتبنا أشياء بندلل إنه هذا القرار ما صحيح يعني، دون ما مقاطعة. نعم. منذ ذلك الوقت البعيد وأنت تستخدم لغة التحذيرات. أي نعم. والوعيد. أي نعم. سنعود لذلك لاحقا. كتبنا لك أن تكمل. كتبنا هذا. هذه نقطة سنضعها جانبا ثم نعود إليها لاحقا، لك أن تستكمل ما بدأ. نعم. ليس بالضرورة الذي وضعت هذه اللغة التحذيرات، معي إخوة آخرون. نعم. فالشرطة قبضت على البيان لكن ما عرفت مين هم، والاتحاد فيه 40 لجنة، الأربعين يعني. والجامعة طبعا كانت في إجازة، فقام ناس الشرطة جو دخلوا في اتحاد الطلاب وقفلوا الباب، قالوا بس نادونا ناس الاتحاد دين بنطلع لكم من
فاتفقنا كده نمشي نحن ستة. واختيارنا تم من مناطق مختلفة. أنا أتذكر أنا من منطقة أم درمان الريف، ومعنا أخونا إبراهيم علي حيدر من دارفور، وحاج آدم حسن الطاهر من كردفان، وخالد غريب الله من الجزيرة، وعبد الله الشيخ سيد أحمد من الشمالية، وأحمد المكتي بن حامد برضو أفتكر من دارفور. نعم. شتتنا المسألة كده عشان القضية قلنا اهتموا بأهل السودان. نحن الستة دي مشينا طوالي للشرطة قلنا لهم نحن كتبنا البيان ده. فالضابط بقى يتونس معانا قال لنا انتوا قريتوا الامر الجمهوري؟ قلنا له بالحيل قريناه. بيقول شنو؟ قلنا له بيقول الاساءة الى الوزير بالكتابة او بالكلام او بالاشارة او بالهمز او اللسان او اي شيء يوقع صاحبه تحت طائلة الامر الجمهوري ممكن يقدم ويحاكم اما بالاعدام او اقل شيء 10 سنوات سجن. عارفين ده كويس جدا؟ قلنا لا عارفين. طيب بيانكم ده ما اكثر من كده يعني. جاب لنا شاي كده ساده، بعد ما شربنا الشاي قال انا امر باعتقالكم. فدخلونا طوالي. ودي اول مره تخش المعتقل؟ اول مره نخش المعتقل. بعد 20 يوم قدمونا للمحاكمه. كان المحامي بتاعنا حسن شبو. جزاه الله خير. فقال يا اخواننا ما في داعي. انتوا الستة دي اللي تعملوا الحكايه دي. يتولى واحد فيكم بس، انا بطلع الباقيين. اجتمعنا كده قلنا اصله لا نحن اختيارنا تم كده عشان عندنا قضيه دليل. فقلنا لا نحن ما عندنا تراجع بالشغلات دي فينا كلنا. عموما لما عقدت الجلسه الاولى نحن استطعنا انه نوري الحقائق اللي عليها بنى وزير التربيه قراره بحل الجامعه الاسلاميه كلها ما صحيحه. حتى قال انه ميزانيه الجامعه الاسلاميه نص ميزانيه جامعه الخرطوم. طلعنا كتاب الميزانيه ولا 10% فيها. نقطه خطا. وانه الطلاب يقبلوا على اساس اذا دون ما مقاطعه مره اخرى. نعم. منذ ذاك الزمن وانت تتصيد اخطاء الاخرين بامتياز. يمكن تقول سنرجع الرد ايضا على هذه النقطه تقول. لك ان تكمل. فعموما القاضي كلامنا ده كله لقى صحيح. فقال نرفع الجلسة. رفع الجلسة جاء بعد نص ساعة. قال نحن هنا ما جينا عشان نناقش هل الوزير مخطئ ولا ما مخطئ. نحن جينا هنا عشان نعرف انتوا واقعين تحت طائلة الأمر الجمهوري ولا لا. انتوا واقعين تحت طائلة الأمر الجمهوري. عندكم حاجة تخفف عليكم الحكم؟ بس حسمة كده يعني ما عندنا. وقال بما أنكم طلاب وبما أنكم سجن سنتين لكل واحد فيكم. من المحكمة دي طوالي ودونا كوبر. قعدنا في كوبر زي 20 يوم ربطونا بجنازير كل اثنين بجنزير ودونا السجن مدني قعدنا فيه عدد من السنين. بعد ضربة الجزيرة أبا جابونا تاني راجعين كوبر. وبالمناسبة تمينا هذه السنتين بالتمام والكمال ولست نادما على هذه الفترة التي قضيتها في السجن، وبعتبرها من يعني الفترات الخصبة جدا في حياتي، لأنه التقيت بناس. حتى عندنا أخونا حاجات أحمد طاير ده قاضي، بتجد كبار المجرمين يحكوا لك القضايا. فقال أنا والله بفتكر أنه أي قاضي قبل ما يقبل قاضي حقه يدو شهرين سجن على الاقل عشان يعرف الحاصل من المساجين ديل يعني. ف بعد ذلك طلعنا من السجن. كنا بنمتحن من داخل السجن. يجيبونا لابسين ملابس السجن ومكتفين نمتحن ونرجع ثاني ويرجعونا. يعني لما طلعت من السجن لقيت نفسي في سنه رابعه. في بدايه رابعه. فتمينا رابع كذلك. وزمان ما كان في بيشتغلوا ضرائب. أنا دخلت ما لا يقل عن 10 معاينات. العشر معاينات شاعر كده إنه الناس بيعملوا المعاينة زهم دارين بس بيتين ينتهوا من الشغلانة. لأنه كنت بالشكل ده بس دجندي سوداء. يعني هذه اللحية
منذ ذاك الحين؟ بعد من ذاك، لكن كان منذ أن كنت طالبا في المرحلة الجامعية كنت تطلق هذه اللحية التي كانت بنفس المجاز؟ حتى في الثانوية يمكن كانت أطول من كده شوية، كان أطول كبر تكسر، لكن لونها كان أسود. لونها كان أسود شديد. عظيم. نعم نعم. بعد ذلك أنا كثير النسيان، ماذا كنت أقول آخر كنت تقول أن اللحية كانت طويلة لكن أي نعم. كل ما دخلت كنت في السجن حتى السنة الرابعة. نعم كل ما دخلت نعم. معاينة رفض، أنا أطلع يعني كان كنت مرفوضا، مرفوض تماما. وكل انتظرت لحد هل تعزي دون مقاطعة، هل تعزي السبب للحية؟ للحية طبعا زمان الحكومة، أم ربما طريقة لا لا حكومة تعاملك مع حكومة تميري زمان اللي... حكومة تميري في بداية ما كانت تحب هذه اللحية دي، ما مظاهرة صامتة يعني حقيقة يعني أصلا ما نحن ثلاثة. طيب ما المشكل ما كانت، ما المشكل يا الشيخ، ما المشكل إن كانت اللحية هي سبب رفضك من قبل لجان التعيين لكي ما تعمل معلما، إن كانت هي السبب ما المشكل وفق فقه الضرورة بين مزوجتين كما يقولون أن تزيل هذه اللحية؟ هو طبعا كان يعني واحد من أخواننا قال لي في وظيفة مقدمين لها بس بتنطبق عليك أنت وأخوانك الاثنين دي. إيه قال لي تعليم الكبار. طوالي مشينا كان عددنا كبير، اللي بيدخلوا جوا يمرقوا بنسألهم، قالوا سألوكم قالوا لكم شنو؟ قال والله بيقولوا لينا أنتوا حتمشوا وتلقى زول المسؤول عنك ما عنده شهادة جامعة بيتصرف كيف؟ إحنا كبار كان ونس يعني ويطلعوا يعني ما في الحدود دي يعني. أنا لما دخلت أول ما دخلت قال لي أنت ليه ما مشيت شؤون الدينية؟ قلت له أخرج لغة عربية. أخرج لغة عربية. وليه طيب قدمت الوظيفة؟ قلت له الوظيفة دي أنا بعتبرها بالنسبة لي ما حاجة جديدة. ما حاجة جديدة كيف يعني؟ قلت له أنا بتكلم في المسجد مع أهلي، إذا كان في مناسبة أفراح أو أتراح برضو بنتكلم مع الناس فيها، والمسألة تعليم كبار، وأفتكر هو نفس المجال بتاعي. طيب في مؤتمر عقد في جنيف. نتائجه كانت شنو؟ قلت له والله أخي ما أعرف، آخر ما تعرف شنو كده يعني، شغلات كده تعجيزية تماما. انتهيت لقيت نفسي برضو كذلك مرفوض يعني، قعدت زي أنا أكثر يعني يمكن سنة ونص أنا قاعد عاطل في الداخلية. كنا في مسجد فيصل بتاع عمدرمان، بنلم الشباب بنعمل لهم فريق بتاع كرة قدم نمشي نلعب، وقبل الصلاة بربع ساعة كلهم يتوضوا ويجوا المسجد ونعمل جلوسنا وكده، لحد ما أخونا إبراهيم الدسوقي الله يرحمه رسل لي قال لا تضفع الله، وكان المدير بتاع مطبعة جامعة الخرطوم. فمشيت سلمت عليه قال لي تهوي العربية؟ قلت له أيه. قال لي الخريج بده كم؟ قلت له 45 جنيه. قال لي خلاص أنا أديك 50 جنيه تجي تشتغل لي مصحح في المطبعة دي، مصحح لنا الكتب. خلاص ما عندي مال. بقيت أجي الصباح وأطلع بعد أسبوع شاطي إنه الجامعة دي كلها وس 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 الزول ده جابوا شنو وجا كيف وجابوا كيف ومشوا للمدير وتكلموا معه. قالوا يا أخوان الزول ده أول حاجة خريج لغة عربية وزول منضبط جدا جدا، بيجي أول زول وبيطلع آخر زول والأداء بتاعه كله أداء ممتاز، أنا ما بقدر. قالوا طلعوا حسك. لماذا هذا الرفض الذي قوبل به دفع الله حسب الرسول في الجامعة؟ لماذا هذه الوشوشة والهمس حولك؟ لماذا استغربوا أن يعني تشغل هذه الوظيفة؟ والله يا أخي أنا بقول لأنه أم أن هذا شعور داخلي ربما منك لا أكثر ليس ولا شعور أقل. داخلي لكن أنا حوريك الحاصل بالضبط يعني الحاصل شنو؟ احنا عايزين نعرف الحاصل. فلما ضغط المدير قال له الزول ده شغال بالمشاهرة، قال له بس شهر وده ما يزيد عليه، بس بصيت أنا مش شغال بالمشاهرة. أنا أقول لما تم الشهر لقيت ترابيزتي نظيفة زي ترابيزتك دي ولا قلم ما فيها، بس فيها جواب متقلينه له حاجة كده بسيطة عشان أنا أشوف الجواب ده. فجيت قعدت لقيت الجواب شلته قريته، بهذا قد تم تعيين الأستاذ دفع الله حسب الرسول في وظيفة مصحح بالجامعة لفترة شهر واحد بمبلغ 50 جنيه. بس شلت الجواب وضبطته في جيبي، مشيت صرفت 50 جنيه، مشيت لأخونا إبراهيم الدسوقي ودعته، ومشيت معاينة بتاعت السفارة النيجيرية دار لها معلمي. اول ما دخلت انتهيت من المعاينه، طبعا المعاينه كلها كانت بالانجليزي، لحسن الحظ انا يعني كنت ماخذ لتريتشر ويعني على ماده اللغه الانجليزيه ما عندي فيها اشكال. فلما انتهت المعاينه طلع معي واحد من الناس قال لي يا اخي الناس دي اللي اخذوك امشي جهز نفسك. فمشيت جهزت نفسي وسافرت نيجيريا سنه بدايه 73
كانت فترة كذلك خصبة جدا جدا، وكنا بنصارع هناك ضد المسيحيين كمان، دي كانت كمان مصارعة باللغة الإنجليزية، يعني مشكلة كبيرة يعني. استخدامك لمفردة هذه المقاطعة الرابعة أو السادسة، استخدامك لمفردة نصارع وليس نحاور أو نجادل، أيضا هذا ما أخذ ثالث الشيخ دفع الله، أنك ربما خشنا في طريقة حوارك مع الآخر. ليس بالضرورة هكذا، ليس بالضرورة، لأنه سنعود لهذا الموضوع يعني إن شاء الله. إن شاء الله أرجو الإياز لأن حتى نكسب المزيد من الوقت. إن شاء الله. ذهبت إلى نيجيريا فقضيت وكنت فيها تصارع المسيحيين كما قلت 10 سنوات. لعشر سنوات هل انتصرت في هذه المعركة؟ أنا كنت في شمال نيجيريا. نعم. والشيء الذي وصلت له ووصل له بعض الإخوان الباكستانيين قالوا لي يعني المسيحيين في شمال نيجيريا expatriates more than الشيخ ضفع الله، يعني هم أجانب أكثر من ضفع الله أكثر من ضفع الله. لذلك أنا بمر الحاجات كثيرة، أنا أستاذ التربية الإسلامية ورئيس قسم التربية الإسلامية، حصة التربية الإسلامية هي الحصة الأولى، بكون في الحصة البنات والأولاد بيمشوا بيلعبوا باسكت، بيجوا داخلين البنات بجنبي الشورت وعرقانات، أنا بطردي من الفصل، واحدة تخش ما في. شنو يا استاذ؟ قلت لهم واحدة تخش ما في، تجوا بلبس طويل و... فقام مدير المدرسة مسيحي عمل اجتماع وستاف ميتنج بين الناس كلهم، انا جيت قعدت، قال انا داير اعرف اليونيفورم هل هو اللي غرته الوزارة واللي داير يسويه الشيخ ضفع الله، حلوا لنا المشكلة دي. وطبعا اتصل بناس الوزارة، في واحد باكستاني قال والله انا اي دونت نو، لكن احنا في باكستان هناك اي امرأة دايرة تقرا قرآن او تقرا دين لازم تلبس طويل ولازم يكون عندها اخمار. فقبل المدرسين قال والله دي حاجه دينيه ما دارين ندخل فيها، ناس الوزاره اغروا اللبس ده من اليوم ذاك. ياتوا لبس اللي هو الروب الطويل ده بالنسبه للبنات، بيعملوا سنت اوف بارتي لاي واحد ناقلين من المدرسه او واحد جاي جديد، البارتي دي ما فيها غير المريسه خمره بس كلها. فجوني قالوا لي يور كونتريبيوشن يعني مساهمتك، قلت لهم انا ممكن اساهم بشغل زي ده. ليه؟ قلت لهم يجيبوا خمره، خلاص قروشك دي حناخد بها فانتا، لاني اصلا من فانتا. قلت له لا اصل كان اخذت بها نحايه انا ما بدي قروش كده، عملت مشكله كده وعملت راو. انا بعد اسبوع من الكلام ده عملت راو. ايضا ساقاطعك للمره الخامسه، هل انت دائما تبحث عن صراعات حتى تعمل راو بين مزدوجتين؟ لا أنا سنعود لهذه القضية. أنا وقتها كنت شاب حتى ما تزوجت، أنا عمري يمكن 21 سنة ولا كده. فجاني طالب المغرب دق الباب، فتحت الباب لقيته إيميكا. إيميكا ده من قبيلة الإيبو، كان عمل التمرد في نيجيريا، رئيس الطلاب المسيحيين في شمال نيجيريا كلها، ورجل عندي امكانات واسعه جدا. دق الباب قال لي سي اي ونت تو بي مسلم، انا داير ابقى مسلم. قال لي بس انا داير ابقى مسلم ذات زول، شو مي هاو تو بي مسلم. في حمام قلت له امشي اغتسل هنا، مشي اغتسل وجاء صلى معي. والكلام ده هو كان في سنه ثالثه. قال لي انا داير امتحن ماده التربيه الاسلاميه في الشهاده. قلت له يا اخي ما بتنجح، لان في حاجات كثيره انت امتحن المواد اللي بتعرفها بعد. قال لي لا انا اي ديسايدد، انا قررت. فساعدته احرز نمره كبيره جدا في التربيه الاسلاميه، وهذا الشاب بعد سنتين اصبح رئيس الطلاب المسلمين في شمال افريقيا والحمد لله. قضينا هذه الفتره، وكان جامعه افريقيا العالميه بتوفي الموفدين عشان يجيبوا طلاب من هناك، فكانوا بيقابلونا انا بسهل لهم الشغلانه دي، يجيبوا الطلاب ونعمل لهم معاينه نعم. فلما تميت المده بتاعتي وقررت ارجع السودان، ناس جامعه افريقيا العالميه جزاهم الله خير قبلوني في الجامعه حتى من غير معاينه يعني. حتى الان انت في جامعه من سنه 83 الى الان. نعم. اذا هي محطات اساسيه. دعني في جامعه افريقيا دعني ابدا بطرح بعض الاسئله التي تبحث عن اعترافات حقيقية وليس كلاما عاما ومشاعا. نريد الوجه الآخر للشيخ ضفع الله، الوجه الذي ربما لا يعرفه كثير ونخشى أن تكون أنت نفسك لا تعرفه. وأنت تتحدث أو تطلق هذه الاعترافات الأولية استوقفتك لأكثر من مرة
مرة قلت لك أنك قلت شعرت أنك تتصيد أخطاء الآخرين، في مرة قلت نعارك أو نصارع وليس نحاور، في مرة قلت راو عملت راو الجدل الذي دار بينك وبين المسيحيين في نيجيريا. هذه الشخصية المشاكسة المثيرة للجدل، الشخصية التي تمتلك صوتا داويا داخل البرلمان وخارج البرلمان بصراحة، وأنت تجلس الآن يا شيخ ضبع الله وأنت تجلس الآن في كرسي الاعتراف، شنو مشكلتك؟ نحن أول البعض يقول أن الشيخ ضبع الله لديه مشكلة سحيقة في أعماق نفسه. هل بحثت عن هذه المشكلة؟ هل هي مشكلة بالفعل أم مسألة متوهمة؟ هل أنت على حق وكل من حولك ليسوا على حق؟ طيب أنا أقول لك، إحنا لما نزلنا من الطيارة بصراحة في نيجيريا استقبلنا السودانيين الموجودين هناك، استقبلنا استقبال رسمي وساقونا أكرمونا جزاهم الله خير. عند المغرب قالوا نمشي النادي، فركبونا العربات ومشينا النادي. لما النادي عنده سور كده وفتحوا السور دخلنا كده، النادي ده يا أخي الكريم لا ترى إلا الأنوار الحمراء والخواجات والخواجيات اللي بسايد. وكل واحد ماسك له قزازة بيبسي في يده وماسك له قزازة خمرة في يده وماسك له خواجية في يده. وانت كنت بتعمل شنو؟ لا ما أقف، نحن في الباب. هل شاهدت هذا المنظر؟ أيوة نحن في الباب. طيب لهم يهود النادي هل أثار فيك غرائز مثلا يعني؟ أنا ما مسلم لكن كيف يعني؟ ولا أثار غرائز ولا أنت سيدنا يوسف؟ ما ولا حرك فيه شعر. لم يحرك فيه شعر، إذا فيما الغضب؟ رجعت. هؤلاء ملة أخرى غير مسلمة يا شيخ ضبع الله، هؤلاء ملة أخرى غير مسلمة، هم يشربون الخمر وربما حتى أنا في جابوني ديل ديل ما أدات السودان المسلمين كل واحد فيهم رئيس التربية الإسلامية. يعني هذا المشهد أفهم أنه عمل صدمة للشيخ كبيرة جدا، صدمة خطير، صدمة كبيرة جعلتك يعني وصف لنا الأسر النفسي السايكولوجي. أنا طوالي رجعت خلف في شدرة كبيرة قعدت تحت قلت لهم أنا والله لو بعرف البيت أمشي الآن كداري، لكن بستناكم تحت الشجرة دي. في ناس دخلوا هم مشوا نادوا الناس قالوا رضى الله بيدخل. يدخل كيف يا أخي؟ جو لما جو لقونا أنا ساجد كده يا سلام داير الصوف بمثل يعني ما عشان آخره. فرفعت قال يا أخي تدخل؟ قلت لهم يا أخوانا أنتم مش مسلمين؟ ندخل كده كيف يعني؟ كده وروني المنطق شنو في اسمه شغالة؟ وقفوا كده قال لي خلاص نوديك البيت. رجعوني البيت وجرانين. والله أسكن من ذلك الوقت كان في تيارين في ولاية بورنو اللي أنا شغال فيها. نعم. تيار تقدر تقول إسلامي وتيار هو المثال للناس دي يعني. أصلاً بالمناسبة الخمرة دي هناك في الثلاجة بتلقاها، في أي محل بتلقاها، أي حفلة خمرة، أي وداع خمرة، أي استقبال خمرة. من الوقت ده أمر الناس يكاد يكون صلح. فأنا لا أرى في ذلك تشددا ولا أرى في ذلك شيئا في نفسنا في نفس الناس قد يقول لا. يبدو أنك عانيت كثيرا وأنت تحاول أن تكون تضرب على نفسك سياج من يعني أوهال من القوة بحيث لا تنجرف إلى هذه السكة سكة الخمر والنساء، أليس كذلك؟ طبعا أنا معي شخصيات تعبت نفسيا يا شيخ ضبع الله ولا يحرك في شعر. أنا ما أعرف أنا يعني هل كنت شيخ ضبع الله متزوج في لما شفت المشاهد دي؟ ما كنت متزوج الغرائزية دي؟ ما كنت متزوج. طيب دي أكيد بتعمل إشكال نفسي للشخص. لا أنا ما بتعمل لي. هل شعرت أنك مكبوت؟ أنا ما بتعمل لي أي شعور عادي البتة. يعني أنت غرائزك مثلا تتحكم فيها إلى هذا النحو؟ ما كنت أشعر إن أنا في حاجة لإمرأة ولا شيء إطلاقا. لا لا أنا هل أنت متزوج؟ الآن؟ نعم نعم طبعا. كيف تزوجت؟ الطريقة التي تزوج بها ضبع الله حسب الرسول بصراحة، تم طريقة تقليدية، قصة حب عاطفية رومانسية يعني أنا كيف؟ لما رجعت من نيجيريا في الإجازة الأولى نعم قلت أنا لا أتزوج لأهلي، قالوا لي بيت فلان بيت فلان بيت فلان، قلت لهم كل ما يطلع معي خلاص في عمك فلان في مدرمان عنده بنات راح شوفي. فمشيت قدموا لي البنت اللي المفروض اتزوجها، والله قد رايتها في نومي وانا في نيجيريا قبل ان تاتي للسودان. قبل ان تاتي للسودان قلت لهم بس يا خلاص. سبحان الله، هي نفسها بذات الاسم ذات بذات الشكل ولا اي شيء. قلت لهم بس يعني ما كنت بعرفها، لا بعرف اهلها بعرفها لكن ما كنت بعرفها.
فالزواج ده لما تم قلت لهم يا اخواننا انا الزواج ده اعمله عزومه، اتذكر اديته 150 جنيه كانت كثير يعني. ما في اي عام؟ في عام 75. 150 كثيره كثيره. انا شخصيا العيد ما حضرته. لماذا؟ كان عندي شغل يعني. مشغول؟ يوم العرس؟ ما مشغول. والدخلة كانت في نفس اليوم؟ لا لا لا. بس العقد كان في جامع فيصل، العقد لي شيخ الهدية. عمل لي العقد شيخ الهدية. بعد العقد ما انتهى أنا جيت البيت، وكعادة السودانيين في ناس دارين يغنوا دارين يعملوا. أول ما بدوا قلت لهم يا أخوانا مع السلامة، شلت شنطتي وقلت ماشي. ماشي وين؟ قلت لهم بجيكم. فالحقول يا أخي اتصلك إذا كنت العريس ماشي، ما خلاص كل شيء تفرتك خلاص. وقفوا الكلام ده. حتى واحد من أخواننا أظن والله واحد من أخواننا قال لي يا اخي ما يعلن الدف، وقلت له المساله ما ادف هسه دي جيب انا بدق لكم، انا ما عندكم مشكله انا بدق لكم. طيب المشكله شنو؟ لكن لا لا المشكله طبعا هي هو الحفلات اللي انت بتعرفها دي طبعا. انا اذا عملت دي ثاني ما ببقى اقول ما لا افعل. صحيح. الحكايه وقفت لحد هنا. وقفوا اي حاجه كل شيء اي شيء انتهى. طيب عملت شنو؟ اخذت المدام وانصرفت ثاني ومشيت مدني وقضيت ايام. وبعد اسبوع كم شهر ولا؟ اسبوعين ثلاثة. كانت ايام جميلة بكل ذلك. بعد ده مشينا نيجيريا. ثاني. مشينا نيجيريا. اها. معانا واحد اخونا جا متحنن تماما. لكن زوجته ابت تجي معه. وانا جيت اغبش كده. زوجتك معك؟ زوجتي معي. فالناس قالوا لي والله يا ضفعة الله كنا مفتكرين انها دي زوجة فلان. لانك انت قلت لهم هو مبروك عليه حنته وانا مبروك على بلدي. يا سلام. نعم. ثم مكث كم في نيجيريا؟ 10 سنوات بعد ان تزوجت. يعني انا جيت 73 كنت اكثر هذه المره كنت اكثر بناء بذات الطريقه التي ذهبت بها في السنوات الاولى، ام كنت اكثر هدوءا بعد الزواج؟ انا لا اعتبر نفسي انا ما كنت مجتهد، انا كنت هذه بلوس انا الشخص الذي يعرفني. كيف تكون هذه؟ انت حدثت ربك في نيجيريا يعني استشفها من كلامك، رفضت الحفلات والبارتيات وجندت رئيس يعني انت فعلت الافاعيل. انا ما ما شعر نفسي اني عملت حاجه، ده شغل عادي جدا. نعم نعم. لكنها اشياء لها وزن يعني. عادي اشياء من الوزن الثقيل. نعم. حتى لما مشيت بعد يعني الزواج كيف كان ضفع الله في نيجيريا لو تكرم؟ بعد الزواج بسنتين فتحت فرص للالتحاق بكليه بورنو الجامعيه. انا كنت قدمت في الكليه دي. شغال فيها واحد يقول اسمه عبد اللطيف سعيد، دكتور عبد اللطيف سعيد. وكان شغال وانا مشيت قدمت اخذوني. اول يوم دخلت الكليه دي كان الطلاب عندهم انتخابات الاتحاد. مريت جيت اقرا في اليافطات ما في ولا طالب مسلم مقدم لرئاسه الاتحاد ولا سكرتاريه الاتحاد ولا الشؤون الخارجيه تحت الاتحاد. كل الطلاب المسلمين مقدمين الفود ماستر اللي هو بتاع الطعام، هم شغلانه كده هايفه. وقريت ثلاثه مسيحيين متقدمين لرئاسه الاتحاد. حتى واحد فيهم الكنيسه عامله له فنايل فيها صورته وقسم فيها بين الطلاب. الانتخابات اللي بقى لها يومين. انا قريت الكلام ده كله ومشيت ناديت اخونا عبد اللطيف قلت له يا اخي اجمع لي الطلاب المسلمين. جمع لي الطلاب المسلمين قلت لهم يا اخوانا انا بقول لكم حاجه، انا الان لفيت على اليافطات دي كلها ما لقيت طالب واحد مقدم للرئاسه. انتوا عارفين اللي بيحكم نيجيريا ده في النهايه على الاقل يكون رئيس الاتحاد تحت الطلاب. انتوا الان في بورنو دي عدد المسلمين 95%. فكيف تسمح يمكن رئيس الاتحاد يكون مسيحي؟ وده انت تتعلم القياده بتاعتك. كم عدد المسيحيين في نيجيريا؟ اقليه هم؟ لا هم اقليه لكن في الولايات الشماليه بورنو كده عددهم هذا التحريض الذي قلت به هل وجد صداه بالنسبه للطلاب؟ خفت انا اقول لك. بعد ما كلمته الكلام ده قام رئيس الطلاب قال لي سير ذا فيجن از كلير، الرؤيه وضحت. قاموا جابوا لهم واحد ذكر اسمه عيسى زرمه. جابوا له صوره صغيره كده وعلقوها وكاتبين تحته ناو فوت موسى زرمه للاتحاد. وجابوا له ثاني صوره صغيره ناو فوت وناو فوت وناو فوت كل المناصب تحت الاتحاد كلها. جابوا له طلاب لم يجد المسيحيين ولا منصب واحد بالاجماع جابوها حركه اسلاميه 100%. جاني طالب بتاع الجهل الاسلامي ده في المكتب انا قاعد مع المعلمين قال لي كده قال لي سيا مونكي مونكي بلغه الهوسه معناها انتصرنا انتصرنا انتصرنا. فجو
وعملوا اجتماعه، فأخونا عبد اللطيف قال لي والله يا دفع الله والله أنا أظن لو عندك ما عندك أي حاجة غير دي إن شاء الله دخلك الجنة. يا سلام يا أخي، نحن ما كنا جايبين المشعل. إذن يا شيخ دفع الله أنت أسهمت بشكل كبير في استقطاب الكثير من النايرين للحركة الإسلامية وليس للإسلام فقط، يعني أنت استقطبتهم للحركة الإسلامية. بعد عودتك متى عدت للسودان؟ بشكل 83. 83 بعد عودتك للسودان، طبعا أنت عضو أصيل في الحركة الإسلامية منذ الثانوية وحتى الجامعة، هل قدر الأخوان المسلمين هذا العطاء الذي بذله الشيخ دفع الله في الخارج؟ هل كانوا على علم بهذا الحراك النشط؟ أنا ما كنت، ما يهميك الموضوع ده؟ لا ما همني، وما كنت انا محتاج لحاجة، ولا انا ابو شيخ الحلة ما عندي مشكلة. مشكلة من ناحية سلطة ولا ثروة؟ يعني مادية؟ عندنا حواشات عندنا ما تعرف. انت غني يا شيخ دفع الله. ما يعني انا اقول لك، انا لما مشيت نيجيريا سري. انت يا شيخ دفع الله اجب على سؤالي رجاء، هل انت رجل سري؟ لا انا، انت الان انت اقدم عضو في البرلمان، أربع دورات متتالية لأكثر من 20 عاما. أيوة. أنت عضو برلماني. نعم. كيف لا تكون غنيا؟ البرلمان يا أخي الكريم، نحن لما بدينا البرلمان ده نعم. خيرونا تأخذ ماهيتك بتاعت البرلمان ولا ماهية الجامعة. قلت لهم بأخذ ماهية الجامعة، لأن ماهية الجامعة كانت 600 جنيه، البرلمان كان 500 جنيه. الآن ده أول دورة أدخل. بعد ده الحكاية قدمت جمعة، دخلوا معنا الجنوبيين وكده وعملوا احتجاجات وكده، قام رفعوا لي 2000 جنيه. لما رفع على 2000 جنيه أنا جيت قلت لهم خلاص ده ماهية الآن ماهية المجلس 3600 جنيه. جميل ولا جميل ولا حاجة؟ بسيطة يعني. شو يعني أنت متزوج مرة واحدة ولا أكثر؟ أكثر من واحدة. كم؟ أرجو أن أتم الرابعة قريب. يعني أنت المتزوج من 3؟ إن شاء الله ربنا. ورأيك شنو في التجربة دي يا شيخ دفع الله؟ هي التجربة دي بالنسبة تجربة واجبة على الناس، بس الناس ما عارفين. واجبة؟ هي فرض؟ كيف؟ هو الزواج ذاته ما فرض. نعم. لكن أنت كمسلم ينبغي أن تساهم في حل المشاكل الاجتماعية. نحن الآن يا أخي مشاكلنا الاجتماعية، يعني أنت تزوجت 3 مرات عشان تحل مشاكل العروس. وبحس الناس على ذلك، بحس الناس على ذلك. أنا بقول للناس في المسجد أخوانا، الرجل أصلا ربنا سبحانه وتعالى ما صمموا لمرة واحدة. لأنه لو صمموا لمرة، الطالب لو يتزوج زميلته عمره 20 سنة، بعد 30 سنة هي حتكون 50 سنة، وهو حيكون 50 سنة، هي بعد 50 سنة قطع الشك ثاني ما بتلت، بتكون قطعت، هو في 50 سنة بيكون في كامل قوته. طيب الطاقة دي معطلة ليه؟ ما يحل مشكلة دي ويحل مشكلة دي ويحل مشكلة دي يا أخي. يعني أنت تشعر أنك حليت مشاكل؟ إيه طبعاً، يد الواحدة ما بتصفق. أنا حتى لو زوجت، يعني أنت من دعاة أن يتزوج السوداني من أكثر من؟ أيوة نعم. بس نعم. هذا ليس فرضاً بالطبع من الناحية الشرعية. فرض؟ هو لا يكون فرض يعني. ما فرض. واجب مستحب واجب شنو يعني؟ يعني لكن ليس لا انت لما حتى لو ما تزوجت ممكن تقول ما واجب، لكن اذا كان في مشاكل في المجتمع وانت داير تحل هذه المشاكل، يعني ينبغي ان تتقدم لحل هذا. اذا ما حلتها انت بتاخرت المجتمع يعني. نحن هسه كم يعني يا شيخ؟ شيخ دفع الله انت الان ميسور الحال والحمد لله، استطعت ان تتزوج 3 نساء دفع واحده. الله والله اخر امراه تزوجتها، اخر امراه تزوجتها أقسم بالله أعطيت وده كان قريب قبل 10 سنوات، أديت أبوها 300 جنيه، ما زدت ملين. نعم. قلت له أعقد لي على بيتي دي يوم الاثنين، أنا بجيكم يوم الخميس. ولا ملين ثاني ما زدت. والناس بيتزوجوا ب 5000 و10000 يعني. أنا القصد أنا ما عندي لا القصد من السؤال زوجت. من السؤال يا شيخ دفع الله. أنت تزوجت والحمد لله وربنا يبارك ويزيد، ستتزوج الرابعة قريبا كما قلت، لكن هالشباب السوداني في ظل العطالة، في ظل حالة التقشف التي يعيشها كل بيت سوداني، هذا الرهق الاقتصادي الضاغط، هناك إشكالات حقيقية ربما أفضت للظواهر التي كثيرا ما تناقشها في البرلمان فيما يتصل بانجراف الشباب خاصة في الناحية الجنسية، الممارسات الجنسية غير الشرعية. أنت في هذا الإطار تتحدث بلغة يعني البعض يصفك بأنها بعيدة تماما عن الواقع، وهناك معركة الواقي الذكري بين مزدوجتين الشهيرة التي تصدى لها الذين يتحدثون عن هذا الموضوع. هم ما أوضاعك ليست قريبة من نبض الشباب ومشاكل الشباب، أنت تتحدث بطريقة قاسية صارمة لا تراعي الواقع السوداني، كيف ترد؟ أنا أقول أنه أسهل شعيرة في الإسلام هي الزواج. يا أخي الصحابي داري الزواج واقف، النبي قال لي اديها كده، قال ما عنده، اعطيها كده، قال ما عنده، اعطيها كده، قال لي اديها خاتم حديد، قال ما عنده، وده
تزوج عقل فوق قال لازم يحافظ شنو؟ قال لا حافظ ولا كذا، قال لا بيتحفظها تبقى على مستوى النظريه يا شيخ طبعا يا اخي نظريه شنو يا اخي؟ الواقع ليس كذلك يا اخي. اي زوج جاد في الزواج ده انا ما بقول لديها خاتم حديد، لكن اي زوج جاد في الزواج ده ما في شك ده. بعدين انا بنصح كل الشباب الدائر يكون نفسه يتزوج، مش الدائر يتزوج يكون نفسه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله. سيدنا عمر قال عجبت للرجل ان يطلب الغنى في غير الزواج، والله عز وجل يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله. عشان كده كل الشباب الدائر يغنى، الدائر يكون نفسه اللي يتزوج، مش الدائر يتزوج يكون نفسه، ما تقلب الشغلانه كده ما بتمشي. واقول للمتزوجين اللي بيقولوا ان احنا ما عندنا امكانات عشان نتزوج ثانيه وثالثه الى اخره، الان عندنا بنات في هذه الوزاره 60% منها بنات، وعنده هنا المال وعنده بيت، دايت عريس بس بقروش تنكح المرأة لمالها اللي يزوجون. أيضا هذا على مستوى النظر، الواقع يا شيخ دفع الله أنت مغيب عن الواقع. نحن عندنا يعني هل بسهولة التي تعتقد أنه يمكن أن يتزوج أي شاب سوداني؟ عندنا أخونا رئيس شؤون الطلاب مشى وزارة المالية يطلع يقولوش للجامعة، في واحدة قالت لي يا أخي أنتوا ما شوفونا عرسان، قال لها انا بجيبه لك لكن ما تقول لهم يتعلم، قالت له جيب اي زول جيبه. مشى شاف واحد شغال حرس، حرس جابه قال لها يا ده، قالت له موافقه وتزوجته وجزاء الله خير طلعته من الجامعه وعملت له شغل خاص وكذا. يا اخي دائرات زواج دائرات عفه النفس مسلمات، ونحن هو كل واحد مره سجلته كذا يملك حره وقعد ما بيفعل كلام. السؤال ما زال غايم يا شيخ طبع الله. السؤال هو ايه؟ أنت في قبة البرلمان، حولت هذا البرلمان إلى مسرح للعبس واللا معقول، أعتذر عن هذا التوصيف، تتحدث بالصوت العالي الداوي الانفياري إن شئت، خاصة في القضايا التي تتصل بالشباب ومدرسات الشباب. أنت من أكثر الذين ينتقدون المسؤولين وغير المسؤولين، المواطن العادي وغير العادي يعني المسؤول، يعني لماذا كل هذا السخط على المجتمع السوداني؟ ولماذا هذا التشنيع والتبشيع بصورة المجتمع السوداني من داخل قبة البرلمان؟ أديني عينة حديثك هذه كلها اتهامات غير واقعية، هذه اتهامات مسجلة شيخ طبع الله موجودة. قول لي قول لي قضية واحدة عشان أنا أمشي معك. أنا قضية الواقي الذكري. طيب قضية الواقي الذكري أنت مشكلتك شنو مع الواقي الذكري؟ هل انتهت مشاكل السودان يا شيخ طبع الله؟ انتهت مشاكل السودان حتى نجعل هذا الواقي الذكري يناقش في البرلمان لساعات طوال ولأيام؟ أنت لما يجيك أنت الآن في كرسي الاعتراف، أرجو أن تعترف اعترافات يحترم المشاهد السوداني. يا أخي في حاجة اسمها تلبيس إبليس، أقرأ الكتاب ده اسمه تلبيس إبليس. أنت لما تلقى لك قضية قدامك، قضية معروضة قدامك، تقول لا دي صغيرة نمشي للكبيرة، الكبيرة برضه في واحدة لا دي صغيرة نمشي للكبيرة، ما حتحل أي مشكلة إسلامية يا أخي. يعني مشكلة الإسلام في الواقع الذكري؟ يا أخي ما كده. أي مشكلة من الذي أثار هذه المشكلة في البرلمان؟ من الذي توعد تابيتا بطرس ومن بعد وزير الصحة وكل المسؤولين أي على غلط. الصحة؟ أنت كمسؤول أي غلط صغر أو كبر أنت صلح وتنبه له، وإلا البلد حتكون فوضى. أنت مشكلتك شنو مع الواقي الذكري؟ طيب أنا سؤال غايم. أنا الواقي الذكري يمكن أن يكون موجود في الصيدليات، الرجل العيان أو زوجته عيانة أو أي نوع من المرض ممكن يشتروه ويستعملوه، الدائرة يتم الرضاعة ممكن يستعملوه، لكن هل يمكن أن يوزع هكذا لأي ناس كده ساكت كده حتى في الجامعات وبين البعض يرى أن هذا البعض وليس هذا رأيي، يرى أن هذا أفضل من أن ظهور حالات للحمل، وأنت تعرف كارثة ما بعد الحمل يعني. يعني أنت الآن من يستعمل الواقي الذكري تبيح له أنه يزني مش كده؟ ده كلامك ما كلامك هذا ليس كلامي ما هذا كلامك كلامني يعني انا بقول لك انا انت بتقول لك عن اخرين انا لست فقيها لا اعرف الكثير عن طيب كم ماك فقيه اسمع بس انا سواء اسمع فقط كم ماك فقيه اسمع انا اكلمك اسمع انا اكلمك تحدث يا شيخ الزنا يحارب بالوعظ وبالارشاد وبالزواج ومساعدة الشباب على الزواج ويحارب كذلك بالجلد بالنسبة للما متزوج والرجم. وبالرجم للنساء المتزوج وهكذا دي حاجات كلها هنا يعني تدابير عشان المجتمع يكون لكن انت ما يعني افضل الزنا افضل الزنا والحمل معنا ما الزنا فقط هذا هو هذه هي الطريقة التي اجاب بها بعض الفقهاء انا يعني احفظ كلامهم جيد يقولون واحد فقيه قاعد جنبي في التلفزيون قال انا اقول للزاني الذي يزني من وراءنا اتقي الله واستخدم الكوندوم هذا مين هو الزاني وطبيب اخر شايل كراتين وشغال مع منظمه هنا وبوزع للناس كده ساكت وزع للولايات قال
يوزع، انت بتوزع الامن. ولكن انت الان لما تدي ولدك كوندوم في يده وضزت مين؟ معناه شنو؟ لما تدي بنتك في الجامعه كوندوم في يده، يعني في نوع من التحريض تقصد؟ لا معناه شنو يعني؟ معناه بتحرض. معناه جواندوزنا؟ هكذا معناه كذا. انتشار الامراض الايدز. يا اخي الايدز ان شاء الله اي زول ظالم هذا ان شاء الله يموت، ما يعمل لنا الشيعه الفاحشه في البلد، لانه الفاحشه دي لو شاعت الرسول عليه الصلاه والسلام قال ابتلاهم الله بالامراض التي لم تكن في اسلافهم. وده لانه نحن شعنا المساله دي. يا شيخ دبعالله دي قضيه فقهيه معقده جدا. ما معقده والله، اوضح من الشيخ. الا ان يكون الناس فاسقون. معقدة. الا ان يكون الناس فاسقون. لكن انت هل تعتقد ان القضيه ترقى لمستوى ان تناقش داخل البرلمان؟ يا اخي تناقش في اي حته، ما انت ما بيجيك الوزير، بيجيك مثلا جاتك تبيته بطرس في البرلمان. جاتك يعني تبيته بطرس سمعت منك الكثير يا شيخ. ما خلاص جات في البرلمان قالت انا شنو؟ انا وفرت الكوندوم بكميات كبيره. طيب كلام ممتاز. يمر الكلام ده كده ساكت في البرلمان، وفرت لي مين؟ لمنو؟ نحن دايرين سياسه معينه تمشي في البلد. الا وهي سياسه ماذا؟ لا الكوندوم لا يوزع يا اخي. سياسه منع الكوندوم. يا خلاص انا قلت لك هل هذه يا شيخ دبعالله دي سياستك ولا سياسه المؤتمر الوطني؟ ولا من تمثل انت؟ الحركه الاسلاميه ولا المؤتمر الوطني؟ انا بمثل الاسلام فقط. الاسلام انت مش عندك تنظيم سياسي ولا ما عندك؟ عليك الله. لا تنظيم سياسي انت على الساعه كم يعني؟ يعني انت ما منظم؟ يا اخي الصح انت منظم سياسي يا اخي. يوم القيامه الله ما بيقول لناس المؤتمر الوطني تدخل الجنه وناس يجبرون ما يدخلوا النار، كل اتيه يوم القيامه. طيب يا شيخ دبعالله ان كان هذا هو الكلام عن الواقي الذكري بين مزدوجتين، مشكلتك شنو مع شيرين هذه المطربه التي يحبها الكثير من الشباب؟ توعدتها وقلت لو وطأت قدمها مطار الخرطوم ستحرق كل الاخضر واليابس. هسه عليك مش مبسوط يا شيخ ضبع الله. الواغي الذكري اوكي، مشكلتك شنو مع شيرين؟ مشكلتك شنو؟ شيرين دي انا لا بعرفها. في علاقه بينكم؟ ولا سمعت بها؟ طيب مالك؟ ما خلاص من التي نقول لك اصبر. قول ما تنفعل. بعدين الاحترافات انا لحد هسه ما يا دي احترافات. انا راكب عربيتي من الجامعه جاي على المجلس الوطني. الشارع ده كله غير صورة شيرين، ما في صورة ملفتة للنظر. بيحبوها الشباب كده؟ كيف تحبهم بقرة؟ يحبوهم شنو؟ يحبوها شنو؟ نحس هسه دي لغة دي لناس مسلمين؟ افتكر الشباب مطربة يعني انت ضد الغناء؟ كيف خلها؟ انا هنا لا اقول رايي، انا بقول لك راي الناس برا. ما خلاص راي الناس، انا هسه دول الناس المبسوطين مني ما عندهم حد، انت ما عارف الحاصل ساكت. في ناس مبسوطين منك انت؟ يا سلام، حتى الناس قطعوا التذاكر ذاته وقالوا جزاك الله خير قطعنا. فالكلام ده مكتوب انه شيرين حتغني في دار الرياض الخرطوم ليلة الجمعة. هل تعلم انه ليلة الجمعة دي هي التي احتلت فيها اسمها شنو؟ اخر سؤال الهجليج. ونحن بنستنفر في الشباب ونستنفر كذلك. يعني لو جات في جمعة غير الجمعة الهجليج كنت هتوافق؟ يا شيخ طبعا هذا سؤال. انا هنا بس انا بدي انا ما بوافق اصلا. لو جات حتى انت قلت الجمعة دي صادفت هجليج، لو جات في جمعة صادفت جو جميل وظريف برضه ما ممكن. ما في برضه ما ممكن. نعم انا قلعت الصور دي كلها ودخلت بها البرلمان. وكان من حسن الحظ كنا بنناقش خطاب الرئيس. قلت لهم يا اخواننا خطاب الرئيس يدعو الى تقويه السودان وتقويه القوات المسلحه. نحن الان يا جماعه شبابنا القاتل وشبابنا بيستشهد، وليله الجمعه بدل ما تكون تضرب حتى ينصر الله سبحانه وتعالى المجاهدين تكون حفله راقصه مغنيه في استاد الخرطوم بيدي ورفعت عليهم كده ووزعت على بعض الناس اللي بعرفهم فيهم خير. نعم. وكلهم فيهم خير. البرلمان ده كله اجمع انه الكلام ده ما يمشي. يعني البعض يقول انك حولت البرلمان الى ساحه مسجد وليس الى برلمان يناقش قضايا الناس الاقتصاديه والاجتماعيه. اسمع حديثي. طيب ما في المسجد الاشياء انا تناغش. مسلم الاسلام الاسلام ما في المسجد. لو ده فهم غير يا ساتي. لا لا هذا ليس فهم. انا هو الإسلام يا شيخ ضبع الله انا ما اقوله لا يعبر عني. يعبر هذه اسئله. خلاص يعبر عن الناس ما فاهمين. اللي قعدوا لنا بفهمون. الاسلام ليس في المسجد. اعطي لله ما لله وما لغيس الغيس دين المسيحيه. نحن الاسلام في الجامعه. الإسلام في البرلمان، الإسلام في وزارة الصحة. يعني البلد الإسلام في يعني كل انت انت الإسلام. انت ترى ان معارك الواغي الذكري وشيرين هي من قضايا الاقتصاد والحوار والحوار بين الشمال والجنوب علينا وبنتكلم فيها او كلنا صوتي عالي في اي حته بس الناس ما جذبتهم حاجه وبقوا يعرفوا مين هو ضفع الله الا بعد ما وقفنا شيرين دي. لكن في كل شيء نحن راينا واضح. ارجع لنقطه جبيل. كانك ثاني اقول لك انت قلت جبيل عملت راو يعني عملت ضجه عملت ضجيج كده يا تدي حاجات عملتها في نيجيريا. انت بتبحث عن بصراحه مين قال لك يا شيخ ضبع الله ده انت متهم وانت في كرسي الاعتراف. المتهم بريء حتى تثبت الدم. اوكي انت قاعد في كرسي الاعتراف كويس. الناس بيقولوا انت داير تعمل لك الله سبحانه وتعالى احلى بصراحه يا شيخ الله سبحانه الله الان
موجود يسمع فيك وشايفك. الله شايفني والله موجود. كلامنا بتعامل من جواك كده. لا أفعل شيئا إلا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ودعائي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله. طيب مشكلتك شنو مع ناس كرة القدم كمان؟ كرة القدم مذكرة ولا ذاكرة؟ ذاكرة تماما. إنه في واحدة ممثلة النساء في الاتحاد تاع كرة القدم قالت الفيفا دي الولايات المتحدة عارف الفيفا انت؟ عارف الفيفا. الفيفا قالت لينا يشاركوا في نحن ما حنديكم تاني اي مساعدات الا اذا عملتوا فريق كرة نساء من النساء وانا الان حايمة في المدارس عشان نختار بنات. طيب المشكلة شو؟ يلعبن في اوروبا ويلعبن في امريكا. لو لبسوا كيف؟ لو زي كان انه زي بتاعه كان اوكي ما ده كلام فارغ زي في امريكا يعني في انجلترا في لندن. طب لو هنا كره القدم انت ضد؟ يا اخي انا اقول لك حاجه انت ضد كره القدم يا اخي اسمع حديثي شين سؤال انا بشتري كور لبناتي هسه بيلعبوا. طيب المشكله ايش؟ شوف المشكله ما بقولها حلال على بناتك حرام على المشكله ما بقولها لك انت اسمعها. البنات في مدرستي في حوشين ده دايرات يلعبوا كوره يلعبوا كوره دايرات يلعبوا باسكت يلعبوا باسكت في صحاتهم المقفوله اي شيء دايرات يسوونه. لكن هل يمكن وسالوا ناس الاتحاد نجمع الفقه الاسلامي هل يجوز ان نعمل فريق لكره القدم ينافس في دوري السودان؟ والفتوى كانت واضحه انه هذا لا يجوز للمراه مكانتها وللرجل مكانته وكل زول عنده خصائص لا تتوفر عند الاخر. والمراه ذاتها ما ينبغي ان تكون خشنه لهذه الدرجه اللي تدي الزول كتافي وهنا شغل دم كلمات. الفتوى موجوده. انا لما شيت استفتي هل يجوز انه بناتنا يلعبن كوره في امريكا وفي اوروبا طلعوا لي الفتوى هذه الفتوى القديمه ذاتها في السودان لا يجوز ودي من باب اولى انه ما يجوز وطلعوا هذه الفتوى. لما جانا وزير الشباب والرياضه انا تكلمت عن الموضوع ده قلت لهم يا اخواننا نحن اذا كان بناتنا بيلعبن كوره في افريقيا وفي امريكا وفي اوروبا نحن طيب اعراضنا دي ما جدعناها ساكت؟ نحن يا اخواننا اذا كان ديننا ناقص كده نتم رجالة ساكت. الناس والوزير ذاته قال خلاص الموضوع ده خلاص وقفت ما في موضوع يا شيخ تبع الله. ملاحظتي ما زالت قائمه اللي هي وهي ملاحظه كل الذين حولك على فكره ان قالوا لك ام لم يقولوا أنت تهتم بدرجة أساسية بالقضايا التي تتعلق بالمرأة والجنس والواقع الذكري ويعني هذا الاهتمام أنا بهتم بال لا يعني هل هناك أعضاء في المجلس يناقشون ما يناقشه دفع الله حسب الرسول؟ أنا يا أخي بهتم بالأخلاق. إنما الأمم أخلاق فما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا كان أنت بتسمح للمنظمات وبتسمح لبعض الناس اللي ما فيهم خير ان يوزع هذا الكنظم على كل الشعوب وعلى الطلاب وعلى يا اخي عندنا عضو في المجلس الوطني امراه في المجلس الوطني قالت انا ولدي في مرحله الثانوي يشعل لي الكنظم في يده ده شنو يا ولد ذاك لم يقل موجود في اي محل. ما هو موجود من زمان يا شيخ تبع الله موجود ما اشترى ادوه له الناس اللي انا بعرفهم انت بتعرفهم دين الناس اللي ما فيهم خير ولا عندهم دين ولا عندهم اخلاق. إذا احنا خلينا الحكاية دي تمشي كده يبقى ما عندك بلد، ما عندك بنات، ما عندك أولاد، ما خلاص حكاية فكرة. لماذا لا تناقش بكل هذه الشجاعة والجرأة الأسباب التي أفضت إلى هذه الانحرافات المجتمعية؟ أليس الاقتصاد؟ الفقر الذي ضرب كل البيوت؟ أنت كرجل دين، الآن تتحدث كرجل دين، لماذا لا تقدم نصيحتك للرعاة الذين يرعون هذا البلد، المسؤولون في الحكومة؟ لازم يحركوا الاقتصاد، لازم البيوت تاكل وتشرب. ارجع الى الانحرافات دي سببها شنو؟ ارجع الى يا شيخ دفع الله ربنا سيسالكم الانحرافات دي سببها شنو يا شيخ دفع الله؟ هل كانت موجوده في السودان من زمان؟ منذ متى بدات هذه الانحرافات المجتمعيه؟ بعد ان ضاق الناس زرعا بهذه الوضع الاقتصادي الضاغط. تقريبا موجوده يا اخي، يا اخي انت عمرك كم سنه؟ انا لما كنت طالب في الاوليه في صف بتاع شباب واقفين عشان يدخل على العاهره واحده بعد واحد حول جامع درمان حول جامع الخرطوم حول جامع كانت قله كيف خليت كلام كانت قله يا شيخ ما في غله ما غله بيوت معروفه بعينها ما بيوت معروفه مأجره والمعتمد هو اللي بدي التصريح للمراه بتفتح بدعاره معروفه بجوها الناس بيمشوا لها البارات دي في اي حته المورد دي كلها بارات ليس بين البار والبار الا البار تقول لي شنو زي زمان كان عندنا اسلام ما كان عندنا يعني هسه في اسلام ماشيين ونحن قاعدين انت في كرسي الاعترافات هل نحن الان نعيش عصر الذهبي للاسلام في السودان؟ بصراحه شديده جدا ما عندك بارات فاتحه ما عندك اماكن مصرحه لكن للدعارة. توجد خمور يا شيخ دبار ما عندك ما اماكن مصرحه للدعاره ما عندك بنات بينشن يلعبوا كره قدم في اوروبا وفي امريكا ما عندك ما عندك ما عندك وده نحن ما زلنا حيين
حندافع عنه الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. اذا اردت اني انسحب من الموضوع ده بنسحب، لكن بناديك يوم الاربعاء بقول لي الله بتاع التلفزيون هو اللي قال لي، بتقول ليش يا الله؟ ماذا انت قائل له؟ انا لن ادعوك لان تنسحب من هذا الميدان. عشان نكون اكثر مقاربه من الواقع، وما ادراك ما الواقع يا شيخ دفع الله، تبقت لنا دقائق معدوده. بنفس الحماس وبنفس الشفافيه، يعني رايك شنو في الحاصل في السودان من الناحيه السياسيه؟ ثم اعرج قليلا، سالتك الى اي فصيل تنتمي؟ هناك بعض التشويش، البعض يقول انك سلفي بامتياز، البعض يقول انك انصار سنه، البعض يقول انك جماعه الاخوان المسلمين، وايضا هناك حديث عن علاقتك بدكتور الحبر. ثم المؤتمر الوطني اخيرا، هل انت رجل منظم سياسيا وايديولوجيا ام انك رجل هكذا داعي اسلامي وخلاص؟ بهول ساي بهول. اولا يا اخي الحاصل في السودان، انا اقول لك بصراحه جدا انه اي زول عنده قله من العقل يعرف انه هذه المؤامرات اللي بتحق ضد السودان كانت كافيه جدا تسقط اكثر من 10 دول. انت عارف الحكايه دي؟ نعم. كل العالم ده متكافئ على الانسان. يا اخي نفتحت علينا جبهه من مصر والتلاف في كده يوغندا وبيجا والحبشه وجنوب افريقيا وتشاد، كل هذه. وتذكر اخوانك الطلاب خلوا قفلوا الجامعات ومشوا، في ناس استشهدوا شهاداتهم اخذوها اهلهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالضغوط الموجوده على السودان دي لم تمارس ضد اي دوله البتة. ولذلك اي واقع اذا كان اقتصادي واذا كان اجتماعي واذا كان، والله الناس معذورين فيه. انت حتعمل شنو يعني؟ انت توجد الاعذار هكذا؟ لا، اي اعذار هذه؟ يعني لا انت انت سعيد بالطبيعه السياسه السودانيه؟ سعيد؟ مين قال لك انا سعيد؟ مين قال لك انا سعيد؟ يعني لا تبرر انت. اقول لك شنو؟ انا يعني الامور تمام يا تمام يا شيخ طبعا. لا اقول لك الامور تمام في السودان. ما تمام. طب ما تقولوا كده. اعدائك اعدائكم الذين يخلوك ما تمام، ما تكون تمام. شماعه الاعداء شنو يعني الان؟ دائما شماعه الاعداء يا شيخ طبعا. يا اخي ما تسمع كلامي انت؟ انا سامع كلامك الان حسب المحادثات الحاصله دي، محادثه حاصله فيه في سيوب يدي. اها، رايك فيها شنو؟ انا رايي انها ما حتصل لنتيجه خالص، لانه الوفد الجنوبي قاعد وراهم طوال خواجات وخواجات. لو عينت في التلفزيون انت زرت التلفزيون. طيب لو وصلوا عين. لو وصلوا عين. لو وصلوا النتيجه وص 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 وص. حتى لو وصلت لهنا ما في ضمان انه تكون في استمراريه على التفق. ما الناس هو اتفقوا في نفاشه انه حدود السوداني حدود 56، وين الكلام ده هسه؟ انت مع الانفصال؟ بصراحه كرسي الاعتراف لا بد ان لا نكذب ابدا في كرسي الاعتراف، لا بد. انت مع الانصراف، مع انت مع الانفصال، اليس كذلك؟ والله يا اخي ما بتقدر تقول كده. لا قلها وتوكل. ما اصل بالمناسبه ما في أي سؤال. شوف، ما في سؤال جوابه بلا او نعم. ما 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 ما, ما في سؤال زي كده. انا متتبع لحديثك جيدا يا شيخ دبع الله، انت من الذين يدعون للانفصال. مين وين تبعت وين؟ في اكثر من ما في حوارات صحفيه لك في صحف بعينها. انا كداعيه لو القى العالم كله اخذت تحت قبضتي لا. طيب لماذا ترددت في الاجابه على هذا السؤال؟ انا ما معها انفصال، لا اتمنى انه، لكن اهو تم هتعمل شو بعد؟ ثم ثانيا انا جنسي شنو؟ شنو؟ سوداني؟ لا مسلم. صار سنه. سؤال قائم. نعم سؤال قائم يا أخي. الإسلام ده وزع بين هذه الطوائف. اللي بيسووا في الأخوان المسلمين من الإسلام، اللي بيسووا في أنصار السنة من الإسلام، اللي بيسووا في الصوفية من الإسلام، اللي بيسووا في ناس التبليغ من الإسلام. الشيعة؟ لا. لماذا؟ لا. لماذا؟ بنفس المنطق بتاعك يعني ما كده. انت كل الفئات المسلمه جعلتها من الاسلام، لماذا تخرج الشيعه من الاسلام؟ ادخلهم صوفيه. دخلهم ايوه دخلهم صوفيه بمنطقك يعني. هسه بالنسبه للشيعه والصوفيه. أوكي. الشيعه طيب والصوفيه ما في فرق. طيب. غير انه الشيعه عندهم دوله، لكن كلهم في كلهم من الاسلام. بس مشكله الشيعه انها يعني دار تقول انت كل هؤلاء، انت مع كل هؤلاء. لا ما كده. اسمعني اسمعني انا اسمع. اسمعني مره واحده. اسمعني مره. دي اغنيه. بتسمع اغنيه انت؟ كيف؟ تسمع لمنو؟ بتسمع لمنو؟ عليك الا النقطه دي كويسه. بتسمع لمنو؟ بسمع لاولاد البرعي فقط. نعم. بس اسمعنا مره دي لفنان خوي جلال عثمان. سمعت عنه؟ القتلوا الذي اقتيل. نعم. رايك شنو في قتله؟ قتل الفنانين رايك فيه شنو؟ يا اخي انا قتلت ليه فنان قبل كده تخرج مش عارف. انا قلت رايك. ما يقدر يا رب. يقال ان الذي قتل ربنا يهديه. يقال ان الذي قتل ربنا يهديه خوي جلال. ما زال معتوه طبعا. معتوه ولا مهووس؟ في فرق. مهووس يعني في النهايه
أنت مع الفن ولا ضده؟ يا أخوي الفن ده حرام ولا حلال؟ لا حرام لا حلال، الحلال فيه والحرام فيه. إجاباتك يا أخوي أنت أصلا مش قادر أقول لك حاجة. يا سيد ما أنت أسمعني لكن ما المشكلة أنت أنت عليك الله درست شنو؟ قريت شنو؟ ما لي علاقة بينه. لا قريت إعلام ولا قريت أنا الدين ده الدين ده باكل منه عيش، باكل منه عيش. الغنى ده الغنى ده زي الكلام الحلال فيه والحرام فيه. انت ممكن تتكلم كلام فارغ مشروع، تتكلم كلام كويس، الغنى كذلك، تغني اغنيه كويسه توجد، تغني اغنيه فارغه توجد. يعني انت الغنى الكويس معه حتى لو كان من خوجل عثمان او حتى يا اخي الغنى الكويس الذي يدعو الى الفضيله. طيب ندى القلعه والظواهر دي وحنان بلبل وجماعه ذي الرايك ما ده زي شيرين، انا ما عندي فين كبير غرض زي شيرين واحد بالضبط. لكن قاعدين يغنوا، هل استطعت ان تمنع هؤلاء من الغناء؟ والله ما غنوا قدامي ولا شفتهم ولا داري عليهم. وشيرين كانت حتغني قدامك يا شيخ دبعالله؟ شيرين كان حتغني بعيد منك شيرين. نفس الفكرة. شيرين عملوا لها دعايه كبيره جدا وجاي في وقت محرج جدا والشباب حينا يا اخي. اخي ما الحكايه واضحه ما بتحتاج لحاجه يا ساتر، المساله دي واضحه يا شيخ دبعالله. نرجع لنقطتين. نرجع لموضوع الاسلام ده موزع. انا قعدت مع اخواننا الوهابيه ديل، كنت طالب في مدرسه ثانويه ساكن في الثوره جنب جامع الشيخ ابو زيد، يمكن لا لسنتين انا قاعد مع صار سنه ديل، فهمت منهم اشياء كثيره جدا وصلحت عقيدتي وده كلام طيب جدا. في نيجيريا كنت جار الشيخ ابراهيم صالح اللي هو الرئيس التجانيه في غرب افريقيا كلها. نعم. الزول ده انا بصلي معاه وبقعد محضر مع الاذكار وبنتقد في بعض الاشياء، قلت له يا مولانا انت بتقولوا صلاه الفاتح تعديل كم ختمه من القران ودي ما بتعرف شو اسمها شيء يا ربي جوهره الكمال ما تقراه الا على وضوء و و و وإن قال لي يا مولانا عاملون معامله السنه، السنه دي فيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الصحيح وفيها الموضوع. قلت له خلاص عامل لكم معامله الفن. ما كل اللي بيقولوا الصوفيه غلط، خذ منهم الصح. ناس التبليغ ديل ما كل اللي بيسووه غلط وان كان بيحيدوا المسلمين، خذ منهم الصح. ناس الحركه الاسلاميه الاخوان المسلمين خذ منهم. لو اخذت من كل من الطوائف دي اخذت انت بتكون المسلم. دي نظريه جديده او حزب ما جديد. جديد ما جديد الاخذ من كل من كل بستان زهره كمان. لا ما كده الاسلام قلت لك يتوزع بين الناس دي كده تفهمني يا سعد عليك الله. والله فاهمك والله انا فاهمك. انا بس عايز بس انا 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 داير يعني انت انا داير زول المسلم عقيدته صحيحه. نعم. في اذكاره تمام، في جهاده تمام، في دعوته للناس تمام كده. انت بتكون غطيت كل الشيء اللي بيسووه في الناس دي. يعني انت معاهم كلهم؟ مش معاهم كلهم يا اخي. الان في واحد مثلا ناس التبليغ بيقول لك اي جدل ما احنا ما بنفهم معنا، والحكم ده عرضوه على النبي والنبي اباه. وفي باكستان لو كان صوتوا مع الجماعه الاسلاميه كان فوزوها. هم اكثر ناس انسحبوا من الانتخابات كلها وخلوا بوتو اسمها شنو هي بتاع بوتو دي هي اللي تفوز وهي طبعا علمانيه. فده بيحسب عليهم. انت يا اخي يعني انت مفروض تشوف ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. انا جوني الطلاب في نيجيريا كان في انتخابات هنا، قال لي يا استاذ في واحد مسيحي نازل الانتخابات دي وضد مسلم لكن سكرجي وزاني واي حاجه. قلت لهم اختاروا المسلم ده، ما تخلوا المسيحي يفوز اصلا. ليه؟ قلت لهم خلاص اخفض ضررين على الاقل ده بيشهد لا اله الا الله محمد رسول الله وما عنده تخطيط لهذا الاسلام. ده عنده تخطيط لهذا الاسلام، اختاروا ده مفهوم. يا استاذ يسكر قلت له اختاروا على مسؤوليتي. فانت بتشوف اخف الضررين يا اخي الكريم. لذلك انت الان لو بقيت تبليغ الصر بتحيد المسلمين، لو بقيت صوفي الصر في حاجات كثيره ما يعني مساله العقيده مفهوم. والتوكل على الله مفهوم. سبحانه وتعالى وهنا يعني هسه في ناس صوفيين بيقول لك شيخي بيعملوا شيخي والاسم شنو الشيعه ديل هم يعتبرون صوفيه. عندهم سيدنا علي ده يمكن احسن من النبي ذاته. حتى بعض الناس بيقولوا جبريل غلطان كان مفروض يمشي هناك. ده كله كلام فارغ طبعا. انصار السنه كلام سمح جدا جدا لكن ماسكين في حاله واحده بس العقيده. يا اخي الله عنده 99 اسم ما اسمه الواحد بس. اي حاجه ال 99 اسم دي انت كلكم ال 99 دي قسمت بين الجماعات دي لما كلها كده وعملها حاجه واحده وتعالى عشان تدينا المسلم الكامل. هذا على المستوى الفكري والديني. لكن ماذا عن علاقتك بحزب المؤتمر الوطني؟ انت مؤتمر وطني؟ انا مؤتمر وطني دخلت المجلس الاعلامي. قيادي في المؤتمر الوطني؟ قيادي ولا مهمش؟ هم عضو في البرلمان مهمش تهمش كيف انه هل يستمع اليك شيخ عبد الله؟ كيف ما يستمع؟ استمعوا لي قلت لهم شيرين وقفوها في المؤتمر الوطني قلت
يكتب عليك يعني. لا انا محترم جدا عنده ما عندي. لا انا بالمناسبه انا ما بقول حاجه غلط بصراحه. انا اي كلام اقوله. لماذا؟ هل انت معصوم من الخطا؟ ما معليش معلش. هل انت معصوم من الخطا؟ ما معصوم. ده السؤال. المعصوم هو الانبياء. انا ما معصوم. انت ما معصوم. لكن انا اي كلام من الاشياء اللي انت ذكرتها لي دي انا بقول للناس. بناتنا ما يمشي يلعب كوره في اوروبا وكذا، الناس كلهم بيقولوا الحكايه. بيخافوا منك؟ ما بخافوا، لكن انت بتقنعهم. انت قلت انا اي كلام اقوله بيعملوه صح؟ ما اي كلام. قلت لهم يشربوا ما حيشربوها طبعا، لكن انا بقول كلام عادي. ما بقول لو... ما عندي لولوه. طيب نحن زمننا بدا ينتهي، انا لحد هسه حاسس انه ما وصلنا لاحتراف. تصل ليه انت داري احترافات؟ انا عايز الاحتراف الاخير او قبل الاخير. احتراف يقول اول مره الشيخ ضفع الله حسب الرسول امام الملأ بكل شجاعه وجراه. نعم. اعتراف. اعتراف يا شيخ ضفع الله. انت الذي ستقول هذا الاعتراف وليس لا اعتراف. هو شو يعني؟ يعني ما عندك احترافات؟ ما عندك اسرار؟ ما عندك حاجه خاصه كده تقدر تقولها؟ ما ندمان على حاجه في حياتك؟ ما ندمان؟ ما حاسس انك ظلمت انسان دار تحتزل له في اللحظه دي؟ ما حاسس انك طلعت فتوى دمرت مجموعه من البشر؟ فلتدمر الفاسقين. انا ما عندي فيهم شغل. يعني الفتاوي كلها يعني الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني انت من النوع الذي لا يرجع في فتواه ولا في كلامه ولا عليك الله يدير لا فتوى. عليك الله يدير لا فتوى. شنو دي؟ كونك تشيل الواغز ذاك اللي تقسمه للناس، كونك تبدي بناتك بنهود وباصلاب وباسدين يلعب لك ولا في اوروبا، دير لا فتوى عليك الله. ولي كون اسد يوسين ساكت. كلام واضح جدا ما بيحتاج الى شيء ولا بيحتاج الى كلام. اكثر الناس وقفوا معي في الحته دي هم النساء حتى دخل البرلمان. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا اخي. المراه مراه والراجل راجل. ما بتبقى واحد يقول لي ما بين لي بالشرعي. قلت له بالشرعي يعني تمشي امريكا هناك تعمل لك. وانت قاعد هنا تعمل لي بالشرعي تمشي امريكا يعملوا لك كلام شيء. امريكا دي حيصوروا لك اوروبا وامريكا يصوروا لك بناتك ديل محاسن يطلعوا عليك في اي حته. تبع الله حسب الرسول. مرحب حبابك. شكرا جزيلا. الله يكرمك بارك الله فيك. اشكركم جزيلا.